لماذا ينجح شخص ما ويترقى في عمله بينما يقف شخص آخر في مكانه ولا يتحرك؟ فأحدهم يعرف مفاتيح النجاح في العمل. من عوامل النجاح في العمل: العمل بجد، الدقة والاجتهاد، اتبع شغفك، الثقة بالنفس، التركيز على الأهداف، الانضباط الذاتي، التعلم من الأخطاء، يعترفون بالخطأ ويعتذرون، القدرة على التحمل، متواضعون، يتحملون المسؤولية، يحافظون على هدوئهم، مستمعون جيدون، إلى هنا انتهت الحلقة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد على قناة Art of War.